اليوم بهاند ميد بدنا نزين بامكن بما انه بعد شوي يعني جمعه الجاي هالوين بقى بدي اعلمكم تزينوا بطريقه مهضومه بامكن اذا عاملين حفله عندكم او اذا رايحين او اذا فيكم تساعدوا حدا عم يعمل هالوين بارتي. بنجيب لقطين. ثانك يو عقي افرار. جبنا اللقطينات من عندهم. هون عندي لقطينية كتير اوريجينال ما فيني اشتغل عليها بس جبتها. هلا بنفرجيها لمارون ليشوف انه مهضومة كتير كشكل وكلون. ولكن اليوم بدنا نشتغل على هيدي. بدنا نجيب روبانات من كل الانواع والاشكال. خاصة دوري واسود نقيت. وبدنا نشكر توريكيون محلة توريكيون جونيي على كل الروبانات يلي جبناها من عندهم. ورح نبدا. فينا نشتغل بالجلوغان وفينا نشتغل بالدبوس. انا رح اشتغل بالدبوس. كثير هيني. اهون طريقة. هيك مثلا هيدي شوي ترانسبارنت هيك ما ببين معنا الجلوغان. بدي طلعها من تاني ميلة كمان. بهالشكل. ورح قصها. اوكي. على الريبان. بدي احط زيكزاك دوري. واسود. يعني كثير هينة قصتنا. هلا بتشوفوا الريزلت كثير مهضوم. عم بتعزل ما عم بتفوت. شو هالروايح الطيبه مارون. مارون صار حدي واليوم عندنا ديب اند ديبرز. فوالا. هلا بدنا نتابع لازق ريبون ساتان اسود او بتعرفوا شو بدي اخذ المخمل. هيدا كثير هين لانه بيلزق. فوالا. ارجع حط شي مع دوري على الروبان.
نتابع. تاخذ شوية وقت معكم ولكن تطلع مهضومة بالآخر. نرجع منقص. تاخذ دوري كمان من شكل بيبيس. بدي احط مقبيلة بيات لون اسود. تنوع شوي. احلى شي تختاروا دوري واسود لانه بيلبق مع لون الاورانج. بدي اجيب روبان زيكزاك نتابع. نلفها لتاني ميل. شو مهضومة طلعت وبختم مع روبان عملتها مع التول. اكيد لهون هيدي هي البامكن. شيك مهضومة ورايحة تسهر. هيدا كان التيب لليوم مشاهدينا. أنا بعد شوي بشوفكن مع مارون جديد مع ديب اند ديبرز. اليوم رح أعطيكن هلأ الريسيبي. للبارميزان اند بيبر كورن بيلزمكن مايونيز
حبوب الفلفل الأخضر المطحون، البارميزان، حبوب الفلفل الأسود، الحبق. للوسابي أيولي بيلزمكن مايونيز، معجون الثوم، معجون الوسابي، والزنجبيل المفروم. للكريم تشيز كاري اند مانجو تشاتني بيلزمكن كريم تشيز، زنجبيل المبروش، كاري أصفر، ملح، مايونيز، كزبرة مفرومة ومانجو تشاتني. للريد تشيلي كاتشاب بيلزمكن فلفل الأحمر الحار، الثوم، خل النبيذ الأبيض، سكر بودرة، صلصة السمك تايلاندية تاي فيش صوص، وكمان الملح. للريد تشيلي أند توميتو كاتشاب بيلزمكن صلصة الفلفل الحار والكاتشاب.